واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سورة الكهف ذكر الله تبارك وتعالى قصتهم عندما ذكر قصة الملك الصالح ذي القرنين، قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ذو القرنين ملك صالح، آتاه الله عز وجل التمكين في الأرض، مكن له في الأرض، وآتاه من كل شيء سببا، أي ما يتوصل به إلى تثبيت الملك وقمع المفسدين ورد المعتدين، مكن الله له وآتاه من كل شيء سببا. وذكر الله لنا تبارك وتعالى في القرآن طرفا من قصة ذي القرنين وبعض رحلاته وذهابه إلى مشرق الشمس وذهابه إلى مطلع الشمس، ثم من بعد ذلك ذهابه إلى السدين. قال الله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. السدان جبلان عظيمان بينهما هاتان القبيلتان يأجوج وماجوج، القبيلتان المفسدتان، ومن جهة يحدهم البحر، ومن جهة الباب مفتوح والمجال مفتوح أمامهم للخروج إلى الناس. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، يعني قبل السدين، قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يحسنون الحديث وتفهيم المراد والكلام مع الناس، لكن الله عز وجل مكن لهذا الملك الصالح ذي القرنين فهم كلامهم. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فلما رأوا ذي القرنين قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إن يأجوج ومأجوج، يعني هاتين القبيلتين، مفسدون في الأرض، يعني يحصل منهم فساد عظيم في الأرض، مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني نجمع لك من المال ما نستطيع وما يتيسر لنا ونعطيك المال حتى تجعل بيننا وبينهم سدا يمنعهم من الوصول إلينا ويريحنا من شرهم، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. ما مكنني فيه ربي خير، يعني تمكين الله لي في الأرض خير لي من المال الذي تعطونني إياه. ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير لي من هذا الذي تعرضون عليه، أي مالا تعطونني إياه لأقوم بهذه المهمة. قال: ما مكنني فيه ربي خير. ماذا بعدها؟ فأعينوني. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأعينوني بقوة، يعني هاتوا الرجال وهاتوا الأشداء وهاتوا الأقوياء منكم، أعينوني، ساعدوني، أجعل بينكم وبينهم ردما. فطلب الأقوياء من الرجال من هؤلاء حتى يساعدونه في هذه المهمة، أن يجعل بينهم وبين هاتين القبيلتين المفسدتين سدا، أي حاجزا ومانعا من وصولهم إلى الناس. ثم وجههم فقال: آتوني زبر الحديد، يعني أعطوني قطع من الحديد، اجمعوها من الأماكن المختلفة، اجمعوا لي قطعا من الحديد، آتوني زبر الحديد، أكواما أكواما اجمعوا الحديد، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا ساوى بين الصدفين، جمع الحديد بكميات هائلة وكبيرة بين الجبلين. قال آتوني أفرغ عليه قطرة. طلب أن يؤجج نار عظيمة حتى يذوب هذا الحديد وينصهر، ثم أفرغ عليه القطر وهو النحاس المذاب على الحديد،
وكون من مجموع ذلك سدا منيعا، فأصبح هؤلاء المفسدون خلف السد محصورين بين الجبلين وأمامهم السد ومن خلفهم البحر، فما يستطيعون الخروج. والسد مكون من الحديد والنحاس وهو أملس، ما يستطيعون أن يتصوروه. واقتضت حكمة الله عز وجل أن هذا السد يبقى منيعا قويا لا يستطيعون خرقه إلى أن يأتي اليوم الموعود فيدك السد. آتوني زبر الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما استطاعت هذه الأمة الأمتين المفسدتين أن يظهروه، يعني أن يخرجوا من فوق السد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني ما استطاعوا أن يخرقوا السد، وهم يحاولون لا يزالون إلى الآن يحاولون في كل يوم كما سيأتي معنا الحديث، فيحاولون فتح هذا السد وإيجاد نقب فيه يخرجون منه. وإذا فتحوا فيه فتحة صغيرة جاءهم الليل وتعبوا وناموا، فإذا جاءوا في الصباح وجدوا أن الله أعاد كما كان، وسيأتي معنا الحديث. ثم يبدأون مرة ثانية في فتح السد ويحاولون، لكنه لا يفتح حتى يأذن الله، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يعني إذا جاء الوقت الموعود وهو الذي يأذن الله عز وجل بخروج هذه الأمة للناس جعله دكا، يدك السد وينهدم، فيخرج هؤلاء المفسدون يموج بعضهم في بعض وينتشرون في الأرض ويفسدون في الأرض كما هو شأنهم وديدنهم. قال تعالى في وصف خروجهم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، لاحظ ونفخ في الصور، يعني أن هذا يكون عند قرب النفخ في الصور، فهو من علامات الساعة.